أنا أبغي أرد على السيدة أحلام أم فهد اللي تدخلت البارحة بشأن لا يعنيها، ودخلت تدخلت بطريقة غير مناسبة وبألفاظ لا ينبغي لها أن تكتبها، الله يهديها. لما قالت تترك عنك هذه المهاترات، تتبع النسوة، كيف سجن حرام، سجن لوحدة أم بنت أو طفلة، هذا قانون دولة الإمارات يا أم فهد. وبعدين حبيت تحطيني في مقارنة مع أخوي حسين. اليوم أصابع إيدك مو نفسها. نحن 10 أخوان في البيت، وأنا في البيت عندي 5 عيال، ولا واحد من عيالي حيطلع زيي، ولا واحد من عيالي حيطلع زي أخوه. وعلى فرضنا، على فرض أنه يعني أتبع أخوي في إيش؟ إيش دخل حسين في موضوع أنت حبيت تطرقي له بناء على توصية من واحدة تونسية صاحبة صالون؟ زين، مبارك زوجك يعرف رقمي، وأنا أعرفه من قبل لا يتزوجك، من أيام فيكتوري رالي تيم لما أنا صحفي في الرياضة. وحسين جارك 50 متر بينك وبينه. حسين أعطني رقم أخوك، ارفعي السماعة تكلمي له، أنت حابة تدخلي بالحسنة بس مو تدخلي عرض، لأن الدخول العرض لا يجوز. أنت يا أحلام سيدة إماراتية بامتياز وتعشقي وطنك وبلدك، طيب هل تقبلي بأن وحدة تسيء لوطنك؟ هذه قبل أسبوع بالضبط من السويد، تصور تبغي تنتقدني على أني أنا تكلمت على حساب حمزة مون بيبي، تقول لي ايش دخلك فيما يحدث في بلادنا؟ خلك في بلادك أحسن، خلك في بلادك بهذه الطريقة. شو فيها بلادي؟ بلادك فيها شيء أحلام؟ إذا بلادك فيها شيء قولي لي. زين؟ غير ذلك، قبل كم شهر أو أقل من شهرين قامت تتلعلع وتقول وأنا أم لطفلة أجنبية، أنا راح أحرك المنظمات الدولية، أنا راح أقيم الدنيا، أنا ما راح أسكت. شو ما راح تسكت؟ قضاء بلدي، ما في أي منظمة أجنبية تقدر تتدخل في قضاء بلدي. قضاء بلدي نزيه وعادل وقال كلمته. ظلت طوال سنة تشن علي حملة على موضوع وتتكلم بكل وقاحة، أسيادي المغاربة ربوك في بلدك، أسيادها المغاربة على رأسي أسيادك والمغرب كله ربوني في بلدي. هل تقبل يا أحلام واحدة تقول هذا الكلام، تربي بنت ابن بلادك في بلده؟ ليش؟ وين راح شيوخي؟ شيخي خليفة وشيخ محمد بن زايد وشيخ محمد بن راشد وشيخ سلطان القاسمي والحكام كلهم وين راحوا؟ عشان تيجي واحدة تقول أسيادي ربوك في بلدك. والحين أنا استطرد ما تم خلال سنتين، أنا استطرد لك بس ما يخص بلدي اللي هي تكلمت فيه، ناهيك عن أنها تطلع في مقابلات تلفزيونية وتقدم نفسها على أنها فنانة إماراتية وتبرز الهوية الإماراتية اللي حتى السائق عندي في البيت عنده والخدامة عندها، هذه هوية لكل شخص. انتقدتها لفعل أمر ما؟ من حقي. ما عجبك كلامي؟ الجاي إلى القضاء اشتكي به، اشتكي علي واشتكيتي وقال القضاء كلمته. أما تقعدي تألفي بدءا من قصة الخروف الشايب المعجب فيني اللي يبغيني وما قدر يوصلني، واللي بذل كل المستحيل عشان يخرب بيتي، لا ممكن بعد تركبني انه انا سبب طلاقها من زواجها، زين، ومن زوجها، وبعدين تقول هذا مغتصب، هذا مسجون، هذا قواد، هذا يتاجر بالبنات، هذا يسافر لندن ويجي بزنس، وانا لي 33 سنة اسافر لندن، زين، عشان يودي بضاعة ويجيب بضاعة، هذا يلعب كازينو. ما خلت كلمة طوال سنتين، كل أسبوع وهي ما لها سيرة غيري أنا، فقط أنا.
من بعد البلاغ القضية شو اللي تكلمت فيه أنا عليها؟ صورتني واتهمتني بأبشع الألفاظ، قالت تتسامرون وتتباوسون وتحتسون النبيذ وا 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 إلى آخره. وبعدين إلى متى الاستمرار؟ تعرفي أنه أنا قبل سنة قررت أعتزل السوشيال ميديا والنقد وكل شيء، ما أبغي، أبغى أترك الدنيا لمن على شاكلتها. طلعت تهلل وتسب وترجع على نفس الشريط، أسيادي المغاربة ربوك في بلدك، أنت 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 أنت، ناهيك عن أنها إيه وأمها في كل مرة يطلعوا ويسبوا ويحتسبوا ويدعوا علي، ودعاهم ما وصل السقف. شو بقولك يا أم فهد، ولا شو بحكي؟ شو عندك علم أنت في القضية؟ شو عندك علم؟ عندك علم أنا عندي رجال أولاد، واحد عمره 25 سنة، واحد الثاني عمره ما شاء الله 23 سنة، والثالث عمره 21 سنة، وجمعة الصغير الطفل 9 سنوات، والبنت ما شاء الله عمرها 26 سنة. هذا شو ذنبهم كل يوم الثاني أدخل عليهم البيت نفسيتهم تعبانة؟ حتى الصغير يتكلم، حتى الصغير يقول لي لما يشوفونه أصحابه في السوشيال ميديا ويقولوا اليوم اليوم حخو، حتى أبو 5 سنوات عند موبايل ويشوف إنستغرام ويشوف سناب شات ويشوف بلاوي. شو ذنبهم؟ لو واحد من أولادي يوم الأيام جاءت الحمية وكذا وعصب وتهور وعمل شيء، من يتحمل المسؤولية؟ على سبب شو ثكبتي فعل وأنا انتقدته؟ انتقدت الكل ولا واحد رد علي، ولا واحد غيرها. هي مو غلط ان الواحد يغلط، مع انه بعض الاغلاط لا تغتفر، بس اسف معلش غلطت اعتذر يا جماعة سامحوني، اهدي مو اكابر واستمر واستمر ولا كأنه في شيء، وكأنه تحسسي العالم انك انت مسنودة، ما في ساند غير رب العالمين. شو بقول يا أم فهد، أنت ارتكبتي بحقي أنا يعني كلام مش طيب. أنا أعرف أنت يعني اندفعتي بحماس لخاطر بنتها الصغيرة، لكن حماسك كان يجب أنك تسألي قبل وتستفسري قبل وتستوضحي. أنت ملكة، فنانة كبيرة، ولك احترام وتقدير، خلك في منزلة الاحترام والتقدير.